السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلاب الصف الأول متوسط في المرحلة المتوسطة في مادة العلوم، معكم مشرفة العلوم هدى عايض الأحمري. بإذن الله سنبدأ مراجعتنا لهذا اليوم في الفصل العاشر الحيوانات اللافقارية. هذا الفصل يحتوي على درسين، الدرس الأول الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية، الدرس الثاني الرخويات والديدان الحلقية والمفصليات وشوكيات الجلد. البحر الأحمر يتكون من تنوع أحيائي ومناخي فريد من نوعه في العالم، واهتمت به المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 المركزة على المحافظة على هذا التنوع البديع وتحقيق التنمية المستدامة، بجانب التنظيمات الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي في المملكة ليثمر عن ذلك مشروع البحر الأحمر. فبإمكانك عزيزي الطالب الدخول لموقع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والاطلاع على مشروع البحر الأحمر للمحافظة على التنوع الأحيائي. نسترجع عزيزي الطالب أهداف هذا الفصل. من أهدافه نحدد خصائص الحيوانات، توضح اختلاف التماثل في الحيوانات، التمييز بين الفقاريات واللافقاريات، تصف تركيب كل من الإسفنجيات واللاسعات، نحدد الصفات المستخدمة في تصنيف المفصليات، تميز بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية، تحدد خصائص الرخويات، تقارن بين الجهاز الدوراني المغلق والجهاز الدوراني المفتوح، تصف خصائص الديدان الحلقية، تحدد خصائص شوكيات الجلد. نبدأ بسم الله. ما هي خصائص الحيوانات المشتركة بينها؟ ما هي خصائص الحيوانات المشتركة بينها؟ فكر قليلا. أحسنتم. من خصائص الحيوانات المشتركة أنها عديدة الخلايا. ذكرنا سابقا في الحصص المراجعة السابقة بأن الأساس في أي كائن حي هو وجود خلية أو وجود خلايا، لكن الحيوانات تشترك بأن هذه الخلية تكون عديدة الخلايا. أحسنتم. كذلك من الخصائص، فكر قليلا بناء على الصورة التي أمامك. أحسنتم. تقوم بتحويل جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات صغيرة عن طريق الجهاز الهضمي. أحسنتم. كذلك لا تصنع بغذائها بنفسها، تعتمد على غيرها في صنع الغذاء. أحسنتم. كذلك بناء على الصورة التي أمامك، أحسنتم، تتحرك باستمرار، وبالتالي سبب حركتها هي أنها تحصل على الغذاء أو اللي هو الهروب من الأعداء. أحسنتم. ما نوع التماثل في الصور التالية؟ أمامك حشرات، ما نوع التماثل فيها؟ أحسنتم، تماثل جانبي. ولاحظ أن التماثل الجانبي دائما يميزه أنه يوجد هناك عينان للكائن الحي، وبالتالي تقسمها إلى جزئين متماثلين. أحسنتم. ما نوع التماثل في الصور التالية؟ أمامك قنديل البحر وأمامك قنفذ البحر، لاحظ شكلها، ما نوع التماثل؟ أحسنتم، تماثل شعاعي. فلاحظ قسمناها هنا إلى جزئين متشابهين، وإذا قسمناها في جزء آخر أيضا تعطينا نفس الجزئين المتماثلين. كذلك لو قسمناها بطريقة أخرى من المركز أيضا تعطيني جزئين متشابهين أو متماثلين. كذلك لو قسمناها بطريقة أخرى، أحسنتم، فهذه نطلق عليها اللي هو التماثل الشعاعي. أحسنتم. ما نوع التماثل في الصور التالية؟ الصورة التي أمامك، هذا الكائن يطلق عليه الإسفنجيات، فالإسفنجيات غير منتظمة الشكل. لو قسمناها بهذا الشكل هل تعطيني جزئين متماثلين؟ لا. لو قسمناها بهذا الشكل هل تعطيني جزئين متماثلين؟
لا، فبالتالي هذه يطلق عليها تماثل غير منتظم. أحسنتم. قارن عزيزي الطالب بين الفقريات واللا فقريات. أمامك صورة يوجد فيها إنسان وطائر وأسماك وزواحف وبرمائيات، وأمامك الصورة الأخرى تحتوي على قشريات وحشرات. فكر قليلا. أحسنتم. الفقريات يوجد لها عمود فقري، والعمود الفقري يوجد بداخله حبل ظهري يمتد على طول جسمه. أما اللافقريات لا يوجد لها عمود فقري. أحسنتم. صنف الحيوانات اللافقرية. صنف الحيوانات اللافقرية. فكر قليلا. أحسنتم. تصنف إلى الإسفنجيات، اللاسعات، الديدان المفلطحة، الديدان الإسطوانية، الرخويات، الديدان الحلقية، المفصليات وشوكيات الجلد. ولاحظ أنها حيوانات لا فقرية، لا تحتوي على عمود فقري. صف تركيب الإسفنجيات التالي. كيف تركيب جسمها؟ فكر قليلا. أحسنتم. تركيب جسمها بسيطة، تتركب فقط من طبقتين من الخلايا. حركتها، كيف حركتها؟ كيف حركتها؟ أحسنتم. جالسة لا تتحرك. تكاثرها، تتكاثر بطريقتين. أحسنتم. تكاثر جنسي أو لا جنسي عن طريق التبرعم. ما هو التبرعم؟ ما هو التبرعم؟ التبرعم هو تكون برعم جديد بواسطة انقسام الخلايا في جسم معين، ويبقى هذا البرعم إلى أن ينضج وبعد ذلك ينفصل. أحسنتم أعزائي الطلاب. أمامك اللاسعات، كيف تركيب جسمها؟ فكر قليلا. ما الذي يميز اللاسعات؟ أحسنتم. أنه يوجد فيها مجسات لاسعة أو لوامس، لاحظها في قنديل البحر، وتتكون جسمها من طبقتين من الخلايا. أحسنتم. ماذا تسمى اللاسعات؟ ماذا تسمى؟ لاحظ هنا ولاحظ هنا. أحسنتم. تسمى الجوف معويات، بمعنى أنها مجوفة، وهذا التجويف يقوم بدور الأمعاء أو اللي هو هضم الطعام. أحسنتم. كيف التكاثر؟ أحسنتم. التكاثر بطريقتين، تكاثر جنسي وغير جنسي بالتبرعم. ماذا قلنا التبرعم؟ التبرعم هو تكون برعم بسبب انقسام الخلايا في جزء معين، وبعد ذلك يبقى الكائن الجديد مرتبط بهذا الكائن الأصلي إلى أن يصبح ناضجا فينفصل عن الأم. أحسنتم. قارن بين الإسفنجيات واللاسعات من ناحية التغذية. ذكرنا صفات الإسفنجيات وذكرنا صفات اللاسعات، قارن بينها من ناحية التغذية. فكر قليلا. أحسنتم. التغذية في الإسفنجيات تكون بتصفية الغذاء من الماء والهضم داخل الخلايا. لاحظ شكلها كيف تكون هذه الإسفنجيات، أنها تقوم بتصفية الطعام من الماء الغني بالمخلوقات المجهرية والأكسجين، ويتدفق عبر مسام جسمها إلى الداخل، حيث تقوم خلايا متخصصة ببلع الطعام وهضمه، ثم بعد ذلك يتوزع إلى جميع أجزاء الجسم. ومعنى ذلك أن الغذاء في الإسفنجيات يكون بتصفية الغذاء. اللاسعات كيف تقوم بالغذاء؟ أحسنتم. تقوم بالإمساك بالفريسة من خلال لوامسها،
تمسك بالفريسة وبعد ذلك تدخله عن طريق فتحة الفم ويتم الهضم داخل تجويف جسمها. قارن عزيزي الطالب بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية. قارن بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية. لاحظ الديدان المفلطحة مثل البلاناريا والديدان الأسطوانية مثل دودة الإسكارس. كيف شكل الجسم في الديدان المفلطحة؟ أحسنتم، مفلطحة. الديدان الأسطوانية كيف شكل جسمها؟ أحسنتم، أنبوب داخل أنبوب، كأنها أسطوانة، أسطوانية الشكل، أحسنتم. طبقات الجسم كم طبقة؟ 3 طبقات من الأنسجة، وكذلك الديدان الأسطوانية 3 طبقات من الأنسجة. لاحظ أن الإسفنجيات ذكرناها قبل قليل واللاسعات كانت تتكون من طبقتين من الخلايا، هنا الديدان أكثر تطورا. الجهاز الهضمي في البلاناريا يحتوي على فتحة واحدة فقط اللي هي فتحة الفم، ولكن في الديدان الأسطوانية يوجد هناك فتحتان وهي فتحة الفم وفتحة الشرج. أحسنتم أعزائي الطلاب. أكمل الجدول التالي أيضا للديدان المفلطحة. أمامك دودة من الديدان المفلطحة اسمها الدودة الشريطية. لاحظ كيف جسمها فعلا مفلطح وهي مقسمة. كيف تغذيتها؟ كيف تغذيتها؟ لاحظ عزيزي الطالب أنها تحتوي على ممصات وخطاطيف. تحتوي على ممصات وخطاطيف تساعدها على التغذي، حيث أنها تلتصق بالجدار وبعد ذلك تمتص منه عن طريق الخطاطيف، بعد ذلك تمتص منه غذائها. بما أنها تحتوي على هذه الجزئين فمعناها معيشتها ماذا؟ معيشتها أحسنتم متطفلة، حيث تعيش في أمعاء الكائنات الحية وبالتالي تسبب لهم أضرار. عندما يأكل الإنسان لحم غير مطبوخ جيدا يصاب بالدودة ماذا؟ عندما يأكل الإنسان لحم غير مطبوخ جيدا يصاب بالدودة ماذا؟ ألف العلق، باء القلبية، جيم الشريطية، دال الحلقية. أحسنتم، الدودة الشريطية، ولذلك ينبغي أن يتم طبخ اللحم بطريقة جيدة حتى نضمن عدم انتقال الديدان الشريطية أو عدم إصابة الإنسان فيها. أكمل الجدول التالي للرخويات. وصفها، لماذا سميت رخويات؟ لماذا سميت رخويات؟ أحسنتم، لأن أجسامها طرية، أجسامها رخوة طرية، أحسنتم. هل يوجد لديها صدف؟ هل يوجد لديها صدفة؟ نعم يوجد لديها أصداف، أحسنتم، بعض منها، لأن راح نشوف الآن البزاق. البزاق لا يحتوي على أصداف، كذلك بعض اللي هي الرخويات لا يوجد لها أصداف. القدم يوجد لديها قدم نسميها قدم عضلية، هنا لاحظوا القدم العضلية، وهنا أيضا في المحارة يوجد هناك قدم عضلية تساعدها على التحرك. التنفس، بما أن الرخويات تعيش في الماء فبالتالي تنفسها عن طريق، أحسنتم، الخياشيم. التماثل، لها عينين وبالتالي تماثلها، أحسنتم، جانبي. المثال عليها عندنا الحلزون، عندنا الأخطبوط. جهازها الهضمي كيف يكون؟ يوجد لديها فتحتين أكثر تطور، يعني فيها فتحة فم وفتحة شرج، ولكن ماذا يوجد أيضا لديها؟ يوجد لديها طاحنة، عضو خشن يشبه اللسان، يحتوي على بروزات تشبه الأسنان تقوم بطحن الغذاء فيطلق عليها الطاحنة، أحسنتم. لاحظ البزاق لا يوجد لديه صدفة، الأخطبوط، الحبار، هذه كلها أمثلة للرخويات، أحسنتم.
المادة المكونة للأصداف في الرخويات تفرز من ماذا؟ المادة المكونة للأصداف في الرخويات تفرز من ماذا؟ ألف الجلد، باء العباءة، جيم القشرة، دال التجويف الداخلي. هذه الصدفة ما الذي يكونها؟ من غشاء نسيجي رقيق يسمى أحسنتم العباءة. أحسنتم العباءة هي تفرز مواد تكون لي الصدفة. أحسنتم. قارن بين الجهاز الدوراني المفتوح والمغلق في الرخويات. لاحظ الصورة التي أمامك، هنا القلب والأعضاء، ولاحظ أوعية مغلقة. أحسنتم. المغلق يدفع الدم في أوعية دموية فنطلق عليه جهاز دوراني مغلق، وهذا موجود في الحبار والأخطبوط. ولكن المفتوح لا يوجد لديه أوعية دموية، لا يوجد، فيدفع الدم حول الأعضاء مباشرة، وهذا موجود في الحلزون والمحار. إذن الجهاز الدموي المغلق يدفع الدم في أوعية دموية مغلقة، ولكن المفتوح لا يوجد له أوعية دموية ويدفع الدم حول الأعضاء مباشرة فيسمى مفتوح. أحسنتم. أكمل الجدول التالي. مما يتكون جسم الديدان الحلقية؟ فكر قليلا. لاحظ. أحسنتم. مكون من حلقات مرنة لتستطيع أن تتحرك. أحسنتم. مما تتكون كل حلقة؟ كل حلقة تتكون من، أحسنتم، أوعية دموية وخلايا عصبية وجزء من الجهاز الهضمي. أوعية دموية وخلايا عصبية وجزء من الجهاز الهضمي. أحسنتم. الجهاز الدوري، كيف يكون الجهاز الدوري؟ هل هو مغلق أم مفتوح؟ أحسنتم، مغلق. التنفس، كيف تتنفس الديدان الحلقية مثل دودة الأرض؟ كيف تتنفس؟ لاحظ كيف تتنفس، واضح من اللمعة الموجودة على جسمها. أحسنتم. عن طريق الجلد، والجلد محاطة بمادة مخاطية تساعد على ذوبان الغازات ودخولها إلى داخل الجسم. أحسنتم. كيف تغذيتها؟ تتغذى عن طريق المواد العضوية في التربة. أحسنتم. مثل دودة الأرض وكذلك دودة العلق الطبي. لاحظ دودة العلق الطبي لها استخدامات طبية، حيث يوجد لها ممصات في الطرفين تعمل على الالتصاق بالجزء وامتصاص الدم. أحسنتم. أكثر شعب الحيوانات عددا وأكثرها انتشارا. ألف شوكيات الجلد، باء الديدان الأسطوانية، جيم الديدان المفلطحة، دال المفصليات. أحسنتم. المفصليات أكثرها عددا وأكثرها انتشارا. ما سبب تسمية المفصليات بهذا الاسم؟ لماذا سميت؟ لاحظ على الصور التي أمامك، لأن لها خصائص مميزة. لها هيكل خارجي صلب، واضح من الصورة التي أمامكم. كذلك يوجد لها زوائد مفصلية، قد تكون هذه الزوائد كلابات، أو قد تكون أرجل، أو قد تكون قرون استشعار. ولاحظ أن الأرجل يوجد فيها مفصلة. أيضا تتميز بميزة اللي هي عملية الانسلاخ. هذه ميزة من ميزات المفصليات، حيث أن الهيكل الخارجي الصلبة لا ينمو مع نمو الحيوان، وبالتالي لابد أن يحدث له عملية نسميها عملية الانسلاخ. أحسنتم. أمامك صورة للنملة. مما يتكون جسمها؟ يتكون جسمها من ثلاثة مناطق: الرأس والصدر والبطن. مما تتكون كل جزء؟ أولا الرأس، ماذا يوجد فيها؟
أحسنتم، يوجد فيها أعضاء الحس منها اللي هي العيون وقرون الاستشعار. منطقة الصدر ماذا يوجد فيها؟ منطقة الصدر يوجد فيها 6 أرجل مفصلية، يعني ليست فقط أرجل عادية، أيضا مفصلة مفصلية. أحسنتم. البطن مقسم، ولكن سبحان الله لا يوجد فيه لا أرجل ولا أجنحة، ولكنه يحتوي على الأعضاء التناسلية. أحسنتم. التماثل، بما أن لها عينان فبالتالي تماثلها بيكون، أحسنتم، جانبي. عدد أنواع المفصليات، عدد أنواع المفصليات. أحسنتم. تقسم المفصليات إلى الحشرات، العنكبيات، عديدات الأرجل، القشريات. أحسنتم. بسبب أن عددها كثير وأكثر انتشارا فتم تصنيفها إلى الحشرات والقشريات والعنكبيات وعديدات الأرجل. أكمل البيانات على الرسم التالي. نبدأ هنا. مما تتكون في البداية؟ بيضة. أحسنتم. ثم يرقة. أحسنتم. ثم عذراء. أحسنتم. ثم نحلة بالغة أو حشرة بالغة. أحسنتم. ماذا يطلق على هذه العملية أو التحول؟ يطلق عليها تحول كامل. أحسنتم. التحول الكامل، بيضة، يرقة، عذراء، نحلة بالغة. أحسنتم. لاحظ التحول الآخر. مما يتكون؟ بيضة. أحسنتم. ثم حورية أو يطلق عليها حشرة صغيرة، ثم حورية تكبر قليلا في الحجم وتنمو، يطلق عليها حورية أو حشرة أيضا صغيرة، والانتقال من حورية إلى حجم أكبر حورية لابد أنها تمر بعملية الانسلاخ. أحسنتم. بما أن قلنا أن الغلاف الخارجي أو الهيكل الخارجي لا ينمو مع نمو الحيوان، وبالتالي تحتاج إلى أنها تمر بعملية الانسلاخ. بعد ذلك الحشرة الصغيرة تتحول إلى جرادة بالغة أو حشرة بالغة، ولابد أيضا أنها تمر من الحورية إلى الجرادة البالغة أيضا بعملية الانسلاخ. أحسنتم. ويطلق على هذه العملية بالتحول الغير كامل. أحسنتم. قارن بين الجراد ودودة الأرض من حيث الجهاز الدوري. قارن بين الجراد ودودة الأرض من حيث الجهاز الدوري. أمامك دودة الأرض وأمامك الجرادة. لاحظ الجهاز الدوري في دودة الأرض. أحسنتم. مغلق، يوجد فيه أوعية دموية، ولكن في الجراد، أحسنتم، مفتوح. لاحظ أن القلب لا يوجد هناك أوعية دموية لنقلها إلى جميع أجزاء الجسم، ولكنه ينتشر الدم في الأعضاء. أحسنتم. أكمل الجدول التالي لشوكيات الجلد. سبب تسميتها بهذا الاسم، شوكيات الجلد. أحسنتم. يوجد لديها أشواك ذات أطوال مختلفة. لاحظ هنا قنفذ البحر، ولاحظ نجم البحر، يوجد هناك أشواك ذات أطوال مختلفة. أحسنتم. ولذلك سميت شوكيات الجلد. كيف حركتها؟ تتحرك عن طريق الأقدام الأنبوبية. لاحظ هنا واضحة الأقدام الأنبوبية، تتحرك عن طريق الأقدام الأنبوبية. هذه هي الأقدام الأنبوبية، تستطيع الحركة عن طريقها. طبعا من أمثلتها أيضا يوجد عندنا خيار البحر، أيضا من شوكيات الجلد في عندك نجمة الشمس، في قنفذ البحر، في دولار الرملة، كلها أمثلة لشوكيات الجلد. الهيكل، هيكل داخلي شبه عظمي، هيكل داخلي شبه عظمي، واضح لديكم هنا، هيكل داخلي شبه عظمي.
هذا هو. أحسنتم أعزائي الطلاب، من شوكيات الجلد التي تعوض الأجزاء التالفة، من شوكيات الجلد التي تعوض الأجزاء التالفة: ألف نجم البحر، باء خيار البحر، جيم قنفذ البحر، دال دولار الرمل. أحسنتم، نجم البحر. فسبحان الله، إذا تم تلف أحد أجزائها يتم سبحان الله بتعويض الأجزاء التالفة. أحسنتم ونموها. املأ الفراغات التالية: دودة الأرض تحتوي على أشواك للقيام بماذا؟ أحسنتم، بالحركة. يتكون جسم العنكبيات من، هل يتكون من ثلاثة أقسام؟ لا، يتكون من قسمين: القسم الأول رأس وصدر، والقسم الثاني بطن. أحسنتم. التنفس في القشريات من خلال، بما أنها تعيش في الماء. أحسنتم، بالخياشيم. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. جراد البحر ذو تماثل جانبي. هذا جراد البحر، هل هو تماثل جانبي؟ بما أن له عينان. أحسنتم، الإجابة صحيحة. تصنف الرخويات من الفقاريات. الإجابة خاطئة. أحسنتم، ذكرنا أنها الرخويات جسمها رخو ولا تحتوي على عمود فقري، وبالتالي تصنف من اللا فقريات. الإسفنجيات تعيش في البحار واليابسة. أحسنتم، معيشتها فقط في البحار. تستطيع اللاسعات الحصول على الغذاء من جميع الاتجاهات. أحسنتم، الإجابة صحيحة، بما أنها شكلها دائري وبالتالي تستطيع الحصول على الغذاء من جميع الاتجاهات. إذن تعرفنا أعزائي الطلاب على الحيوانات اللافقرية، وذكرنا منها أنها تشمل على الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الإسطوانية والرخويات والديدان الحلقية وشوكيات الجلد والمفصليات. وذكرنا أن المفصليات تضم الحشرات والعنكبيات وعديدات الأرجل والقشريات. شكرا لكم أعزائي الطلاب لحسن الاستماع، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب أيتها الطالبات في الصف الأول المتوسط في هذه المراجعة لمادة التوحيد الفصل الدراسي الثاني. إن شاء الله سنأخذ الوحدة الثانية العبادات الدرس 7 و8 و9 و11، ثم بعد ذلك نأخذ العبادات الظاهرة سنأخذ فيها الدرس الثالث عشر، الدرس الثالث عشر بإذن الله تعالى. في هذه الوحدة الثانية الدرس السابع العبادة صفحة 41، صفحة 41 كما اعتدنا سابقا يكون معنا القلم، يكون معنا الكتاب، وكل ما ذكرت لكم ضعوا تحت خط، هذا رقم 1، رقم 2، رقم 3، حتى نجمع لكم أفكار الدرس في عدة نقاط. أولا السؤال الأول، ما تعريف العبادة؟ هذا السؤال وارد، ما تعريف العبادة؟ هذا هو تعريف العبادة، طبعا لغة التذلل والخضوع، اسم جامع، يعني هذه العبادة أو هذا التعريف اسم يجمع أشياء كثيرة جدا. نأخذها الآن بالتفصيل. ذكر لك هو لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، هذه المقدمة، كل ما يحبه الله ويرضاه يسمى العبادة. طيب ثم أعطاك هنا أمثلة، قال لك 1، حطه تحت خط، الأقوال، 2، الأعمال الباطنة والظاهرة، الأعمال الباطنة والظاهرة. بيجي واحد منكم يسألني أو إحدى الطالبات تسأل شو معنى الباطنة؟ الباطنة مثل التوكل على الله، الرضا، التسليم، يعني كلها داخل القلب، باطنة يعني داخل القلب. الظاهرة فيها قسمين، فيها قولية مثل لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله، كلها أو تدعو، كل هذه ظاهرة، أو تصلي أو تزكي أو تصوم رمضان أو الحج أو تبر بالوالدين، هذه ظاهرة. إذا الباطنة هي في داخل القلب، والظاهرة فيها قسمين، وبيجي إلى الآن بعد شوي فيها قسمين، فيها قولية وفيها فعلية. الآن هو صنفها لك هنا تصنيف جميل، قال لك الباطنة، وعطاك عدة أمثلة، الإخلاص لله، التوكل على الله، خشية الله في السر والعلن، والرضا بقضائه وقدره، كل هذه الأشياء أصلا داخل القلب، داخل القلب. طيب الظاهرة قسمين، قولية وفعلية. قولية مثل الدعاء، مثل أذكار الصباح والمساء، مثل قراءة القرآن، كل هذه قولية. فعلية اللي هي العبادات التي يراها الناس ويفعلها الإنسان، مثل الصلاة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، مساعدة الناس، الرفق بالحيوان، كل هذه تسمى فعلية. هذا ما يتعلق بالعبادة. إذا يهمنا في التعريف هذه الجملة، اسم جامع لأي شيء، لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. طيب كيف نعرف ماذا يحبه الله ويرضاه؟ من خلال القرآن والسنة النبوية، القرآن والسنة النبوية. أمثلة الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهنا صنفها لك حتى يريحك وتسهل عليك الفهم. وننتقل إن شاء الله للصفحة التي تليها. في هذه الصفحة، صفحة 42، صفحة 42 كلها الصفحة هذه لخصناها في هذا السؤال. السؤال الأول، لمن تصرف العبادات مباشرة؟ أول ما يأتيك هذا السؤال تقول يجب صرفها لله تعالى فقط، هذه هي الإجابة. لمن تصرف العبادات؟ لله سبحانه وتعالى، أو تقول يجب أن تصرف لله، أو تصرف له سبحانه وتعالى، كل هذه الإجابات صحيحة. وش الدليل؟ تختار أحد الأدلة، ممكن ناخذ هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وين الشاهد؟ هذه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو الشاهد. طيب في سؤال آخر مهم، هذا رقم 1 وهذا رقم 2، السؤال ما شروط قبول العبادة؟ إنسان عمل يريد أن يتأكد هل ستقبل أعماله أو لا، هنا وضع لكم شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، يعني هذا العمل، هذه الصدقة، هذه الصلاة، هذه الزكاة، هذا البر، هذا الإحسان للجار، هو لله وفي الله فقط، لا يريد إنسان فيه لا ثناء ولا شكورا ولا أجر ولا غير ذلك. لكن لو إنسان شكر، لو الناس شكروا أو خذ عليه أجر لكن ليس هو النية الأصلية،
فهذا جمع بين الحسنين، الدنيا والآخرة. الثاني وهذا مهم، أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثال الآن الفجر ركعتين، لو واحد قال والله أنا ودي أصلي أربع، نقول لا ما يصلح. صح أنت خلصت لله لكن خالفت السنة. إنسان قال لا بصوم رمضان 35 يوم، نقول له لا صح أنت خلصت لله لكن السنة الواجب أن تكون أن يكون إن رمضان حسب الرؤية إما 29 يوم أو 30 يوم. إذن هذه الشروط احفظها حفظا جيدا، لأنها هي شروط قبول العمل الصالح. واحد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، اثنين أن تكون صوابا. شو معنى صوابا؟ يعني موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دين. فينتبه الإنسان ما يأخذ إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وننتقل إن شاء الله للمقطع الذي يلي. في هذا الدرس السابع صفحة 43، صفحة 43 لازم نتكلم عن العبادة. هذه الورقة سؤالها سيكون بالطريقة التالية: ما أركان العبادة؟ ما أركان العبادة؟ هو الآن وضعها لك بتقسيم شجري حتى يتسهل عليك. أولا محبة الله سبحانه وتعالى، فيجب الإنسان لما يعبد الله عن حب، لأنه يحب الله فيأخذ يعني بالأوامر ويترك النواهي، يعني يفعل الأوامر ويترك النواهي. ولهذا قال فيجب أن يعبد الله تعالى مع محبته. طيب وش الثاني؟ هو الخوف منه سبحانه وتعالى، الخوف الذي لا يؤدي للقنوط بل بالعكس يؤدي لمزيد من العمل. الثالث الرجاء، فهو يعمل هذا العمل يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكافئه ويثيبه ويجعله في جنات الخلود. هذه الثلاثة هي أركان العبادة: واحد محبة الله، اثنين الخوف منه سبحانه وتعالى، ثلاثة الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد سائلا، بل بالعكس كلما إنسان قرب لله سبحانه وتعالى كلما زاد أمنا واطمئنانا وسلامه. سنأخذ هذا الدرس في آخر شيء في التوكل على الله سبحانه وتعالى. في هذا الدرس وهذه المراجعة لصفحة 44 سؤالين. السؤال الأول: لمن تكون العبودية؟ حنا قلنا في البداية لمن تصرف العبادة، قلنا لله سبحانه وتعالى. إذا لمن تكون العبودية؟ العبودية هي شرف للإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. إذا لمن تكون العبودية؟ هي لله أيضا سبحانه وتعالى، وهي شرف لكل مؤمن. طيب السؤال الذي يليه: ماذا يعد من عبد غير الله تعالى؟ الجواب هذا هو كأنه عبد الشيطان. أي شخص يعبد غير الله أو يسجد لغير الله أو يطيع غير الله سبحانه كأنه عبد الشيطان. انظر إلى قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إذن من عبد غير الله سبحانه وتعالى أو تذلل إليه أو خضع أو خشع فكأنه عبد الشيطان، فكأنه عبد الشيطان. لهذا من شرف العبودية أن يكون للإنسان هو عابدا له سبحانه وتعالى. لماذا؟ أخذت في توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يحيينا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بصفحة 44، والآن نراجع الصفحات التي بعدها. في هذه الدروس القادمة سنأخذ شيء من التفاصيل حول العبادات الباطنة. أولا هنا لاحظوا في الدرس الثامن المحبة صفحة 46، المحبة صفحة 46. سؤال: لماذا يحب المسلم ربه سبحانه وتعالى؟ هذه الورقة أو هذه الصفحة 46 ملخصة في هذا السؤال: لماذا يحب المسلم ربه؟ الجواب هو محبته لذاته سبحانه وتعالى، لأنه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال. اثنين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا كل شيء، أمدنا بالنعم. فالإنسان لو يتفكر في ذاته أو يتفكر في هذا الكون، في خلق السماوات والأرض، في من حوله، تجد أنها كلها نعم من عنده سبحانه وتعالى. الثالث أن هداه للإسلام، أن هداه للإسلام وجعله في أحسن تقويم.
هدانا الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام وهذا الإيمان، وجعلنا موحدين له عابدين له سبحانه وتعالى. إذن لماذا المسلم يحب ربه؟ لهذه الأسباب: حبه لذاته، لاتصافه بصفات الكمال والجمال، اثنين لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ومدنا بالنعم، ثلاثة لأنه هو الذي هدانا للإسلام. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، صفحة 46. في هذه الصفحة، صفحة 47، صفحة 47، عدد أنواع المحبة، عدد أنواع المحبة. هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد واثنين مثل بعض تقريبا، واحد واثنين مثل بعض. هي محبة الله تعالى، وهي هذا تعريفها، محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم له سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهي واجبة وشرط في صحة الإيمان. المحبة الشرعية تقريبا مقاربة لها، هي المحبة المأمور بها شرعا، وأجلها بعد محبة الله تعالى، وأجلها بعد محبة الله تعالى محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني أولا نحب الله سبحانه وتعالى، وهي محبة فيها ذل وخضوع وتعظيم له إجلالا له سبحانه وتعالى، وهي شرط لصحة الإيمان. الثاني محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مقاربة البعض. طيب ثلاثة المحبة الشركية، وهي أن يحب الإنسان مرء أو يتذلل لولي أو غيره كأنه يتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد يعني الأمثال والنظراء، إما يحب لها أشخاص أو يحب لها أولياء أو يحب قبور كأنه يحب الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. طيب المحبة المباحة، وهي المحبة التي من فطرة الإنسان، إنسان يحب والديه، يحب أولاده، يحب يحب مثلا الزوجة تحب زوجها، والزوج يحب زوجته، محبة الطعام، الأصدقاء في الفصل، الزميلات في الفصل، حب المعلمات، حب المعلم، حب قائد المدرسة، قائدة المدرسة، المرشدة الطلابية، إنسان يحب خالته، خالته تحب أبناء أخوانها وأخواتها إلى آخره. فكل هذه محبة طبيعية. إذن المحبة قلنا أربعة أنواع: محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كلها هذه واجبة، لهذا أنا وضعتها في مربع واحد. المحبة الشركية أن يحب أشخاص كمحبة الله سبحانه وتعالى، يخضع ويذل ويعظمهم كأنه يعظم الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. المحبة المباحة، المحبة الفطرية، محبة الوالدين، الطعام وغيرها. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، لخصناه لكم في هذا السؤال: عدد أنواع المحبة. في هذه الصفحة، صفحة 48، صفحة 48 نلخصها في هذا، في السؤال هذا والسؤال هذا. السؤال الأول: ما حكم تقديم محبة الله تعالى ورسوله على غيرهم؟ حكمها مباشرة تقول واجبة. لماذا؟ إنسان كلما حب الله وحب رسوله كلما فلح في الدنيا والآخرة، كلما ازداد فلاح في الدنيا وكلما زاد فلاح في الآخرة. لماذا؟ الله سبحانه يحث على النظافة، تجد الإنسان هذا نظيف. الإسلام يحث على احترام الوالدين، تجد الإنسان هذا يزداد في احترام الوالدين، يكون لسانه لطيفا غير فاحش وغير متفحش، فأيضا هذا ينعكس على السلوك. فكلما أحب الله وحب رسوله وزادت هذه المحبة، كلما انطبع ذلك على سلوك الفرد، فبالتالي يكون سلوكه في المجتمع أوسع، وهكذا. طيب ما هي ثمرة المحبة؟ هي ثمرة المحبة وجود لذة الإيمان وحلاوته في القلب، وجود لذة الإيمان وحلاوته في القلب. وأيضا ممكن تضيف تقول: والفلاح في الدنيا والآخرة. الفلاح في الدنيا والآخرة، بل بالعكس، كلما زاد إنسان محبة واستجابة وطاعة لله ورسوله، كلما انعكس على نجاحه في حياته، سواء حياته الدراسية، حياته العملية، حياته مع الأسرة، حياته في البيع والشراء، وأقص على ذلك. هذا ما يتعلق بصفحة 48. في هذه الصفحة، صفحة 50 51، صفحة 50 51، ما معنى الحب في الله وما علاماته؟ طيب الحب في الله هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه،
من أجل أنواع المحبة، المحبة في الله، والمراد بها محبة المرء المسلم لما فيه من الإيمان وخصال الخير والتقوى، وخصال الخير والتقوى. يعني لا يحب هذا الإنسان لأجل المال أو لأجل المنصب أو لأجل الجاه، لا، يحبه لأن فيه هذا واحد خصلة من خصال الإيمان وخصال الخير وتقوى الله سبحانه وتعالى، مثل محبة الأنبياء، الصحابة، علماء الأمة، الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والحكام المصلحين وجميع الصالحين. وهذه هي أدلة هذا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني هو لا يحب هذا لأجل المال، ولا يبغض لأجل شيء من الدنيا، ولا يعطي لأجل مصلحة دنيوية أو يمنع لأجل مصلحة دنيوية، كل عمله لله فلله، فقد استكمل الإيمان. طيب، السؤال الذي يليه: وش علامة صدق المحبة هذه؟ طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، تقديم محبة الله تعالى ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام عن كل محبوب، تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ونهيه، ثم موالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاد الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله من مما يصدر من الكفار والفساق وغيرهم. إذن هذا ملخص درس 50 و51. ما معنى المحبة وما علامات هذه المحبة؟ هذه أن يحب الإنسان لأجل إيمانه وصدقه وتقواه وإخلاصه في عمله، وهذه هي علامات صدق المحبة. في هذه المراجعة لصفحة 51 و52، الحب في الله والبغض في الله. ما معنى البغض في الله؟ هذا هو معناها. معنى البغض في الله، وهو ينقسم إلى قسمين: بغض الكفار والمنافقين والمشركين والبراءة منهم ومن أعمالهم الكفرية. لماذا؟ الله، انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا أنا أكره ما هم عليه من الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكره والبغض ماذا يقتضي؟ يقتضي، انظر إلى هذه العبارة في جيم، انظر، وضعت عليها دائرة. ليس معنى بغضهم، انظر إلى هذه، وهذه نقطة مهمة، أن نظلمهم أو نتعدى عليهم. لا، أنا أكره العمل الذي هو يقوم به، وهو الكفر والإشراك. طيب، ما الواجب يا أستاذ؟ الواجب هذا هو، أن نعدل معهم رقم 2، وأن ندعوهم إلى الله بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. مثلهم، مثل النوع الثاني. هذا النوع الأول وضعت عليه دائرة، وهذا هو النوع الثاني، بغض المسرفين في الذنوب والمعاصي. ولهذا قال لك: وليس هذا بغضا مطلقا، بل يحب المسلم العاصي بقدر ما فيه من الإيمان. كل إنسان فيه جانب صلاح وطاعة، وفيه جانب معصية، فأنا أكره المعصية الذي هو عليه، وأحب جانب الإيمان الذي هو فيه، وهكذا. ثم ما الواجب أيضا إكمالا لهذا؟ أن أدعوه وأنصحه وأوجهه حتى يرجع إلى ربه. هذا ما يتعلق في موضوع البغض في الله سبحانه وتعالى. في هذا الدرس، درس الرجاء، صفحة 60 و61، 60 و61، ما هو الرجاء؟ هذا هو تعريف الرجاء. ما تعريف الرجاء وما أنواعه؟ هذا وضعت لكم أنا في باللون الأحمر هنا. الرجاء هو طمع العبد، رغبة العبد في ماذا؟ في فضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته. اللي هو العبد المقصود فيه نحن نرجو ما عند الله، نرغب بما عند الله من المغفرة والثواب والجنة. ولهذا قال لك: الرجاء هو عبادة. لكن عبادة هل هي فعلية أو عبادة قلبية؟ ماذا؟ ما رأيكم أيها الطلاب والطالبات؟ لا شك أن هذه عبادة قلبية، عبادة قلبية، وهي ركن من أركان العبادة. أنواع الرجاء 3: 1، 2، 3. طيب، خلينا ناخذها الآن واحد واحد. الرجاء المحمود هو رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، وذكر لك هنا نقطتين: هي رجاء ثواب الله، رجاء مغفرته سبحانه وتعالى، رجاء جنته، وهذا كل إنسان يتمنى. الرجاء الكاذب هو الرجاء بدون عمل. إنسان يرجو ما عند الله من المغفرة وهو جالس يفعل المعاصي،
مثل الشخص الذي يقول يرجو الرزق وهو جالس في البيت لا يعمل، فقط يجلس في البيت وينتظر الأكل يأتيه والشرب يأتيه والرزق يأتيه والوظيفة تأتيه. لا، هذا رجاء كاذب. إذن الرجاء الصادق المحمود أنني أبذل أنا الجهد وأسعى إليه حتى يصل إلي. أخيرا الثالث، الرجاء الشركي، وهو انظر إلى هذا التعريف، وهو أن يرجو غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. وهذا للأسف موجود، يعني ولو كانه الحمد لله في بلادنا غير موجود، لكن الذين يذهبون إلى القبور ويذهبون إلى الأولياء المقبورين الآن وغيرهم يرجون الرزق، يرجون المغفرة، يرجون العافية، يرجون الولد، يرجون النجاح في الدراسة، نقول هذا شرك أكبر. ينبغي أن يكون الرجاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر لك في التعريف، شوف التعريف هذا بأكد عليه مرة ثانية، هذا هو التعريف، هو الطمع والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى من الرحمة والكرم والكرامة والمغفرة. هذا هو التعريف، والتعريف يعني مهم جدا لأنه سيسهل علينا فهم الدرس. هذا ما يتعلق بصفحة 60 61. صفحة 64 التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا أخذناه في الأسبوع الثامن عندما علقت الدراسة، أخذنا جزء كبير منه. التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا هو تعريفه، اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى في حصول مطلوب أو دفع مكروه، وهذا السؤالين يعرفان ويلخصان هذه الصفحة كاملة اللي صفحة 64. عرف التوكل على الله واعتماد القلب على الله في حصول مطلوب أو دفع مكروه. وما حكم التوكل؟ مباشرة لما تأتيك هذه العبارة، حكم التوكل واجب وهو من العبادات القلبية. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في صفحة 65 ما حكم التوكل على غير الله سبحانه وتعالى؟ هنا وضع لك قسمين. طبعا التوكل على الله ذكرناه أنه واجب. التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كأحياء الموتى أو الوفاة أو الرزق، فهذا شرك أكبر. التوكل على الأحياء الحاضرين من الحكام والأطباء ونحوهم فيما يقدروا هنا، فيما أقدرهم الله عليه من جلب نفع أو دفع ضر، يعني حصول دين، حصول شفاء، هنا نفعل بالسبب ونطلب منهم، لكن لا نعتمد عليهم اعتمادا كليا، بل يكون هذا سببا، فقط يكون سببا حتى لا نصل إلى الشرك الأصغر. فلما أنا أذهب للطبيب كي أعالج، أنا وأنا ذاهب إليه أن هذا الطبيب قد يكون سببا في العلاج وليس هو المسبب، يعني ليس هو الحل، والحل والعقد في يدي، هو الذي ممكن يمرضني، هو الذي ممكن يستمر معي المرض، لا، أنا أذهب إليه لأنه سبب فقط. هذا ما يتعلق بهذه الصفحة، صفحة 65. صفحة 67 وهذه مهمة جدا، هل التوكل ينافي فعل الأسباب؟ باختصار شديد لا، التوكل على الله لا ينافي فعل الأسباب، بل مطلوب من المسلم أن يتوكل على الله ويفعل السبب. طيب، ما هي ثمرة هذا التوكل؟ هذه من 1 إلى 6، من 1 إلى 6 ممكن نأخذها على السريع: زيادة الإيمان، تعلق المؤمن بربه، حصول المقصود إن شاء الله أن الله يصد عنه ألم، الفوز بثواب الله، الفوز بمحبة الله، هذه مهمة. رقم 6، حصول الأمن والطمأنينة وراحة البال، حصول الأمن والطمأنينة وراحة البال إذا الإنسان توكل على العزيز الحكيم القوي العزيز الذي بيده كل شيء في هذا الكون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في صفحة 69، في صفحة 69 الآن سنأخذ في هذا فقط الدعاء. صفحة 71 الدعاء، وهو الدرس 13: ما تعريف الدعاء وما حكمه؟ طيب، تعريفه هو انظر إليه اللجوء، أو لجوء العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء العبد إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي لجوء العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب بماذا؟ هنا ضع تحت خط بسؤاله ما يريد: يا ربي وفقني، يا ربي نجحني، يا ربي يسر أمري، أو جلب نفع مثل لو أراد أن السنة يشتري مثلا سيارة أو غيرها، أو دفع مضرة: يا ربي يعني اكفيني شر كورونا، أو اكفيني أي مرض، المهم أنه دفع ضر. طيب ما حكمه؟
الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، هذه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا انظروا إلى هذه النقطة مهمة، يجب صرفه لله تعالى وعدم إشراك أحدهما. إذا ما حكم الدعاء؟ واجب، وصرفه لله سبحانه وتعالى، وهذا تعريفه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعدها الله سبحانه وتعالى عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. في هذه الصفحة، صفحة 72، 72 مكانة الدعاء، ذكرنا قبل قليل أن الدعاء هو من أعظم العبادات، أن الدعاء محبوب عند الله سبحانه وتعالى. في الدعاء إظهار الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. واحد، هذا ألف، وباء، وجيم. طيب، ملخص هذا السطر: ما حكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟ تقول: شرك أكبر، شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى، له سبحانه وتعالى. وهذه مجموعة من الأدلة التي تدل على أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ممكن ناخذ هذا الدليل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا قلنا أن العباء أن الدعاء عبادة، فلا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى. هنا سؤال: دعاء غير الله، دعاء غير الله تعالى من أعظم الخسران، لماذا؟ هذا هو الجواب. لماذا دعاء غير الله شرك أكبر وأنه أعظم الخسران؟ واحد، أنهم لا يستجيبون لداعي الداع، هؤلاء أموات أو بشر، ما يستطيعون، ليس في يدهم لا نفع ولا ضر. أنهم غافلون عن دعاء الداعين، أنهم يعادونهم يوم القيامة ويجحدونهم وينكرون هذه العبادة، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، إنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى مراجعة الدروس العبادة الباطنة والظاهرة إلى الدعاء، وإن شاء الله الدرس القادم سنأخذ هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا وطالباتنا في الصف الأول المتوسط في مادة لغتي الخالدة. موضوع درسنا لهذا اليوم من الوحدة الخامسة سنأخذ النص الشعري والنص الإثرائي. بداية سنأخذ النص الشعري بعنوان الرياضة. يقول الشاعر عمر فروخ: أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين، إلى آخر الأبيات. الهدف من النص الشعري، أريدكم أن تقرأوا هذه الأبيات قراءة سليمة بعد الاستماع إليها من خلال الباركود الموجود لديك في الكتاب. والهدف من هذه الأبيات التذكير بأهمية الرياضة وأثرها على صحة الجسم، والاستماع للأبيات وقراءتها قراءة سليمة، وفهم الأبيات وتحليلها، مما لا شك فيه أن الرياضة لها أثر إيجابي على صحة الجسم. فهنا سنذكر ونذكر بأهمية الرياضة من خلال الاستماع للأبيات وقراءتها، ومن بعد ذلك فهم هذه الأبيات وتحليلها. الشاعر الذي قال هذه الأبيات هو عمر فروخ، أديب لبناني عربي من مواليد بيروت. له مؤلفات عديدة، منها تاريخ العلوم عند العرب ومعالم الأدب العربي في العصر الحديث. أجيب عما يأتي بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. مجال هذه الأبيات، قيلت هذه الأبيات في أي مجال؟ في المدح أو في الحكمة أو في النصح والإرشاد؟ بكل قصيدة غرض يهدف إليه الشاعر. ما هو الهدف هنا؟ ما هو الغرض الذي قيلت فيه الأبيات؟ هل هو المدح أو الحكمة أو النصح والإرشاد؟ أحسنتم، هو النصح والإرشاد، ينصحنا ويرشدنا إلى الاهتمام بالرياضة. يوجه الشاعر تحيته في الأبيات إلى من؟ هل يوجهها إلى المعلم أو الرياضي أو الآباء؟ يوجهها إلى الرياضي. يريد الشاعر من الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يكون جادا، أو أن يكون هازلا وساخرا، أو أن يكون عاجزا ومتكاسلا؟ أن يكون جادا من خلال ممارسة الرياضة. فالرياضة ليست هزلا وليست تكاسلا وعجزا، وإنما تدربنا وتحفز فينا الجانب الجاد في كل إنسان. لذلك الرياضة ليست هزلا وسخرية، وليست عجزا وتكاسلا، وإنما تنمي فينا هذا السلوك، وهو سلوك الجدية. أكمل ما يلي. نهتم بالرياضة لماذا؟ لماذا نهتم بالرياضة؟ هل الرياضة فقط للترفيه، للتسلية، لقضاء وقت الفراغ، أم لماذا نهتم بالرياضة؟ هل توجد أسباب غير الأسباب التي ذكرت؟ نعم، وأخذناها سابقا، وهي أن الرياضة تقوي الأجسام وتنشط الدورة الدموية وتزيد الثقة بالنفس. تقوي الأجسام، وهذا واضح لدينا، وتنشط الدورة الدموية، لأن في الحركة تنشيط للدورة الدموية، وتزيد الثقة بالنفس، لا أن تكون متكلاً، لا أن تكون غير واثق من نفسك،
لا أن تكون متكاسلا، وإنما تزيد عامل الثقة لديك في تعاملاتك في الحياة. أصل كل كلمة بمعناها المناسب. وردت أمامنا، وردت هذه الألفاظ التي أمامنا في الأبيات ولها معنى، فأريدكم أن تعودوا إلى الأبيات وتربطوا ما بين هذه الكلمة وما قبلها وما بعدها لتعرفوا السياق، ومن بعد ذلك تعرفوا معنى هذه الكلمات. ما معنى نزال ووردت في الأبيات؟ نزال بمعنى ماذا؟ بمعنى قتال، بمعنى قتال. وما معنى الطامحين؟ ما معنى الطامحين؟ فحيي مع الرياضة فإن فيها فوائد للشباب الطامحين. الطامحين وهم أصحاب الهمم العالية الراغبين في المجد. والشداد تزودهم بأجسام شداد. ما معنى شداد؟ شداد أي أقوياء، شداد أي أقوياء، في البيت الخامس وردت. والرزايا، ما معنى الرزايا؟ فإن نزلت بأرضهم الرزايا، فإن نزلت بأرضهم الرزايا أي أحسنتم المصائب. ماذا سيفعلون؟ سعوا في دفعها متكاتفين. إذا نزلت المصائب في أرضهم يسعون إلى أن يدفعوا هذه المصائب. وآخر كلمة معنا هنا السبيل، وقد مرت معنا أكثر من مرة. ما معنى السبيل؟ فلا تتبع سبيل الهازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين. سبيل، ونقصد بها الطريق، أو يقصد بها الشاعر الطريق. أجيب عن الأسئلة التالية لأستخلص الفكرة العامة والأفكار الرئيسة. أمامي مجموعة من الأسئلة، بعد أن نجيب على هذه الأسئلة سنعرف الفكرة العامة في هذه الأبيات. ما الطريق الصحيح في الحياة؟ ما هو الطريق الصحيح في الحياة؟ الطريق الصحيح في الحياة الذي أورده الشاعر، وهو الجد والاجتهاد، أن تكون جادا ومجتهدا، لا أن تكون متكاسلا. فالرياضة تدرب على الجد والاجتهاد. بالرياضة ستعمل، بالرياضة ستقود، بالرياضة لن تتوانى ولن تتردد في أي عمل يواجهك في حياتك. بما ينصح الشاعر في هذه الأبيات؟ الشاعر وجه نصيحة. ما هي هذه النصيحة؟ أو ما هذه النصيحة؟ النصيحة هي التنافس الشريف في مجالات الحياة. هو يدعونا إلى أن نتنافس التنافس الشريف. الرياضة ليست تنافسا سيئا، لا تدعو إلى التعصب، وإنما هي تنافسا شريفا، ليس فقط أثناء الرياضة، وإنما تدربنا في جميع أمورنا في حياتنا بأن يكون التنافس تنافس شريف، في الدراسة، في العمل، في القيادة، في كل شيء. تدربنا عليه الرياضة أن تكون منافسا شريفا. في السؤال الثالث، ما فائدة الرياضة؟ ما الفائدة المرجوة من الرياضة؟ لماذا نمارس الرياضة؟ نمارسها لأنها تقوي الجسم وتشده، وكذلك لا تقوي الجسم وتشده فقط، وإنما تغذي العقول. الرياضة تقوي الجسم وتشده، وهذا واضح، وزيادة على ذلك هي تغذي العقول. ماذا تغرس الرياضة في نفس الإنسان؟ ماذا تغرس الرياضة في نفس الإنسان؟ تغرس الرياضة
احترام الخصم والمثابرة، أن نحترم الخصم ونثابر لنحقق الفوز، فإن لم يتحقق الفوز فلا بد من احترام الخصم بما تعلمنا من دروسنا، أن الرياضة تدعو إلى الاحترام وتدعو إلى الجد وتدعو إلى التنافس الشريف. في السؤال الذي يليه أستدل على القيم الدينية التالية من الأبيات. أمامي قيمتين دينية، أريد أن تعود إلى الأبيات وتستخرج الأبيات التي تناسب هذه القيم، العون والمساعدة. أين وردت هذه القيمة في الأبيات؟ في أي بيت العون والمساعدة؟ لابد أن تعود إلى الأبيات وتقرأها ثم تجيب، وقد مرت معنا سابقا ونحن هنا نسترجعها ونستذكرها. العون والمساعدة جاءت في البيت فكن فينا رياضيا قويا، في البيت التاسع فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا معينا. فالرياضة تدعونا إلى أن نكون أقوياء، إلى أن نكون معينين للناس، أن نساعد الناس، لا أن نبحث عن الفوز فقط، وإنما نعين ونساعد كل من يحتاج العون والمساعدة. القيمة الثانية الشرف والصبر، أين وردت هذه القيمة في الأبيات؟ وردت في البيت السادس، وتبعث فيهم روحا شريفا، وتبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسمين. هم يصبرون على هذه المتاعب بابتسامة، لأن الرياضة تبعث فيهم هذه الروح الشريفة. الرياضة تبعث فينا، تلقي في نفوسنا الروح الشريفة، لا تدعونا إلى التعصب، لا تدعونا إلى أن ننظر فقط إلى الفوز، وإنما تبعث فينا الروح الشريفة. بعد ذلك سينتج عن هذه الروح الشريفة أن نلقى هذه المتاعب بابتسامة. أحدد العلاقة بين كل كلمتين مما يأتي، والهدف من هذا السؤال أن يدربنا أو نجيب عليه بعد، أو أذكر لكم الهدف بعد أن نجيب على هذا السؤال. الجد والهزل، الجد والهزل، ما العلاقة التي بينهما؟ كلمتي الجد والهزل، العلاقة بينهما طباق، والطباق هو التضاد، أن تأتي بالشيء وضده، مثل أبيض وأسود، مثل الليل والنهار. هذه هي العلاقة بين الكلمتين، الجد والهزل هي علاقة التضاد ويسمى بالطباق. وشداد والمتينة، ما العلاقة التي بينهما؟ تجدها في الأبيات في البيت الخامس، تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتينة. ما الرابط بينهما؟ الرابط بينهما الترادف. فالكلمتين بمعنى واحد متشابهة بالمعنى، الشداد والمتينة بمعنى واحد، وتدل على القوة. العلاقات بين الألفاظ في اللغة العربية إما أن تكون علاقة ترادف أو علاقة تضاد، وفي هذا يعطي جمالية للأبيات، يعطي جمالية في الأبيات. ولو عدت إلى الأبيات ستجد ألفاظ كثيرة تدل على التضاد، مثل البيت الثاني وأوسعها صدور في نزال إذا ضاقت، فهنا علاقة تضاد ما بين أوسعها وضاقت. وابحث في الأبيات ستجد أيضا
علاقة ما بين ألفاظ، إما علاقة التضاد أو علاقة الترادف، وهذا يعطي جمالية في الأبيات. أريدك أن تعدد بعضا من أنواع الرياضة قديما، وبعد ذلك تأتي ببعض الأقوال المأثورة في الرياضة لتختم بها للدرس، وتتأكد من إلمامك بالهدف الذي ذكرناه في بداية الدراسة، أن الرياضة تقدم لنا أشياء، وهذه الأشياء عرفناها في هذه الأبيات. وبهذا السؤالين ستجد أيضا غير ما ذكر في هذا الدرس. في النص الإثرائي بعنوان ورد الطائف، منطقة الطائف كما هو معروف تتسم بمناخها المعتدل، وصفها ياقوت الحموي بأنها طيبة الهواء شمالية، إلى آخر ما قال إلى آخر ما جاء في هذا النص. الهدف من النص الإثرائي ومعنى الإثراء في البداية قبل أن نأخذ الهدف، الإثراء هو الاغتناء، نقول هذا شخص ثري أي غني، وجاء وصف النص هنا بالإثراء ليثرينا ببعض من المعلومات عن الورد الطائفي، يريد أن يزودنا أن يثرينا ببعض من المعلومات عن الورد الطائفي. نقرأ هذا النص ونعرف هذه المعلومات عن الورد الطائفي. أيضا سنعمل مقارنة بين موصوفات عدة في نهاية هذا الدرس، وأريدكم أن تقرأوا هذا النص وتركزوا على كل فقرة، لأن كل فقرة تحمل داخلها فكرة سنذكرها في نهاية الدرس. أمامي هذه الخريطة المعرفية للنص الوصفي، أمامي أربعة موصوفات رئيسة: منطقة الطائف، وتحتها تحدث عن منطقة الطائف وسنذكرها، وتحدث أيضا عن الورد الطائفي في الفقرة التي تليها، ثم تحدث عن شيء آخر، ثم في الأخير تحدث عن ماء الورد. هذا الشكل الفارغ الذي أمامك الموصوف الرئيس قد توضح لك الأفكار الفرعية التي تندرج تحته. جمع ماء الورد في قوارير وتركه حتى يبرد فيصعد الدهن وينزل الماء تحته، تكثيف الماء وهبوطه لأسفل، تمرير البخار خلال خزان فيه ماء بارد، تجميع البخار، تسخين الماء في قدور. هذه الأفكار الفرعية أو هذه النقاط تندرج تحت أي فكرة، وهذه الفكرة ستكون فكرة رئيسة وهي عملية التقطير. إذن القائل الناس تحدث عن أربعة أفكار رئيسة، بدأ بمنطقة الطائف وتحدث عنها، ثم الورد الطائفي وتحدث عنه، ثم تحدث عن عملية التقطير، وفي آخر النص تحدث عن ماء الورد. في منطقة الطائف ماذا قال الكاتب عن منطقة الطائف؟ قال تحدث عن مناخها المعتدل، وأيضا تحدث عن طيبة الهواء، وكذلك تحدث عن تجمد الماء فيها، أن الماء يتجمد فيها لشدة برودتها، هواؤها طيب، مناخها معتدل، يتجمد فيها الماء في وقت الشتاء، ووصيفها رائع، في وقت الصيف يكون جوها معتدل وتجذب إليها المصطافين لجمالها واعتدال جوها. أيضا تحدث عن الورد الطائفي، وماذا قال عن الورد الطائفي؟ بهاؤه بين الأزهار، نعرف أن الأزهار متنوعة، ومن بينها الورد الطائفي، من بين هذه الأزهار الورد الطائفي، والورد الطائفي من بين هذه الأزهار باهيا جميلا، قد يكون من أجمل هذه الأزهار كما وصفه قائل هذا النص. لونه
رقيق. وأيضا بماذا وصف الوذ الطائفي؟ بأن عطره أنيق، عطره بارد، ليس ثقيلا على الأنف، وإنما رقيق ولونه رقيق وعطره أنيق. وصفه بهذا الوصف ليدل على أن هذا العطر ليس ثقيلا وإنما باردا ومحبب إلى الأشخاص. عملية التقطير، ونعيد ذكرها كما قالها قائل، كما أوردها قائل الناس: جمع ماء الورد في قوارير وتركه حتى يبرد فيصعد الدهن وينزل الماء تحته. هذه عملية التقطير تبدأ بهذا الشيء، ثم تكثيف الماء وهبوطه لأسفل، بعد ذلك تمرير البخار خلال خزان فيه ماء بارد، والعملية التي تليه تجميع البخار، ثم في آخر شيء تسخين الماء في قدور. آخر نقطة تحدث عنها قائل الناس، تكلم عن ماء الورد وقال أن له دور في الاحتفالات والمناسبات والأفراح، يستعملونه في الاحتفالات والمناسبات والأفراح، أيا كانت هذه المناسبات، مناسبات فرح أو مناسبات عزاء وغيرها، أو في الاجتماع، في الاجتماعات الرسمية، في الاجتماعات العائلية، إلى آخرها من هذه المناسبات. أيضا يستخدم في صناعة الأطعمة والمشروبات. ماء الورد منتج مرغوب عند الأكثرية، لا تجد أحدا لا يحبذ هذا الشيء، وثمنه ليس غاليا مقارنة بالعطور الأخرى. يستخدم في الأغراض الطبية. تحدث عن ماذا؟ عن أنه مفيد للقلب، أيضا مفيد للمعدة، وكذلك يستخدم في صناعة الحلوى، ويعطي الشاي مذاقا مميزا. إذن يستخدم في الأغراض الطبية لأنه مفيد للقلب ومفيد للمعدة، ويستخدم في صناعة الحلوى، ويعطي الشاي مذاقا مميزا. بعد أن أخذنا معلومات عن ورد الطائف، ورد الطائف من الزهور التي نجدها محببة عند الناس نظرا لما تقدمه من هذه الفوائد، سواء كانت رائحة زكية في المناسبات والأفراح، أو تستخدم في الأطعمة والمشروبات، أو تستخدم في الأغراض الطبية، إضافة إلى أنه ليس غالي الثمن. وقبل استخلاصه إلى أن يكون عطرا، نجد أنه ذا لون رقيق وباهي بين الأزهار. إذن منطقة الطائف تشتهر بهذا الورد، ومن الأشياء التي نفخر بها في بلدتنا الحبيبة، وتعد مدينة الطائف أو منطقة الطائف عموما مكانا محببا تجذب إليه، تجذب إليها مجموعة من المصطافين في كل سنة، سواء داخل المملكة أو خارجها، نظرا لما تتمتع به من جو معتدل وطبيعة خلابة. شكرا لكم على حسن استماعكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.